أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد. وننتقل مباشرة إلى الملف الثاني، ألا وهو انعقاد مؤتمر جبهة البوليزاريو الصحراوي، حيث انطلق مساء الجمعة بالداخل بمخيمات اللاجئين الصحراويين أشغال المؤتمر 16 لجبهة البوليزاريو، مؤتمر الشهيد محمد خداد الحبيب تحت شعار تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة. وقد حضر مراسم افتتاح أشغال هذا المؤتمر الذي سيمتد إلى 17 من هذا الشهر الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي، رفقة أعضاء الأمانة الوطنية الصحراوية ووفد رفيع المستوى من عديد الدول، حوالي 33 دولة شقيقة وصديقة. ويشارك في أشغال المؤتمر ما يربو عن 2000 مندوب وزهاء 300 شخصية قادمة من إفريقيا، أمريكا اللاتينية، أوروبا وآسيا حسب رئاسة المؤتمر. وقد شهدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي انعقدت أسبوعا قبل الأسبوع الماضي بالسبت والثلاثاء بمخيم ولاية أسرد بحضور جميع المندوبين الذين يمثلون دوائرهم الانتخابية، عدة نقاشات لتقريب وجهات النظر حول المسائل التي سيتم مناقشتها خلال الندوات السياسية الحصرية. هذا المؤتمر الذي أكد فيه زعيم جبهة البوليساريو إلى تعزيز الكفاح المسلح ودعمه بآليات إعلامية ودبلوماسية جديدة، ودعا فيه أيضا خلال الجلسة المسائية ليوم الجمعة أنه علينا أو يجب على البوليزاريو تصعيد الكفاح المسلح والذي كان نتيجة لخرق المغرب ومحاولته الاعتداء على المدنيين الصحراويين بثغرة غير شرعية بالكركرات. تم تحقيق مكاسب كثيرة بداية من المؤسسة العسكرية وعصرنتها ومدها بالإمكانيات المادية والبشرية. ولمناقشة هذا الموضوع نواصل نقاشه مع المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية دكتور باديس خليسة، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا أنا دكتور باديس. ربما هذا المؤتمر جاء في وقت أو ظرف هام جدا، مؤتمر جبهة البوليزاريو هذه المرة هو يراه كل المتتبعون أنه مرحلة جديدة نحو تحرير واستقلال الصحراء الغربية، ويؤكد صلابة الجبهة الداخلية أو جبهة المواجهة للصحراء الغربية ضد الاحتلال المخزني. أظن أن في هذا الشأن مرة أخرى يعني المخزن خاسر الكثير، سواء كان في الواجهة وداخليا وحتى في الرأي العام الداخلي. أنا كما قلت هو يريد إقناع الشعب المغربي يعني بشيء خاطئ وفاذح، ألا وهو يعني أن القضية ليست عادلة وأن حتى يعني يراد بها ممكن تعكير العلاقات المخزنية مع العالم وحتى استغلال أراضي الصحراء الغربية. وهذا بطبيعة الحال يعني الكل يدركه أنه شيء خاطئ، يعني حتى يلعب به المخزن، يلعب على الأوتار ليغلط الرأي العام. لكن مرة أخرى اليوم الشعب الصحراوي، لما أقول يعني هذا المؤتمر هو يمثل صراحة في نهاية المطاف أهداف ومطالب الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي هو شعب مضطهد، شعب يعني يعيش مآسي يوميا في ظل مرة أخرى سياسة الأبارتايد من طرف يعني مستعمر، ومستعمر للأسف كما قالها يعني حفيظ ماديبا مؤخرا في يعني بيانه، أن هو ملف مستعمرة من طرف يعني عضو من الاتحاد الإفريقي، وهذا للأسف يعني شيء لابد يعني أن نهتم به في مستقبلا في الاتحاد الإفريقي، كون هذا المخزن لا يبالي حتى القوانين الدولية، حتى المبادئ الإنسانية. وبالتالي اليوم أن الشعب الصحراوي بهذا المؤتمر 16 هو يبرهن أو يبين أن أولا هو دائما يعني في يناضل لهذه القضية العادلة، يناضل أيضا لحقه في تقرير مصيره، لكن أكثر من ذلك هو يبرهن أنه لا زال هنا ولا زال حتى يعني يكثف من الكفاح. اليوم الكفاح الحرب، لأنه حرب الدفاع في حرب أرض من يعني انتهاكها هذا المخزن. دكتور باديس، ربما أثرتم نقطة مهمة
يجب أن نتوقف عندها، ألا وهو الحديث أو خطاب حفيد نيلسون مانديلا زولو فيوليل مانديلا، ربما الذي كان مهم وآثار زوبعة كالعادة من المراهقة الدبلوماسية المغربية حول تحرير الصحراء الغربية واعتبارها آخر مستعمر إفريقي خلال افتتاح كأس أمم إفريقيا للاعبين. يرى كثير من يعلق أحد المتابعين للشأن الدولي يقول أنه المغرب لا يكاد يعلم آليات التحرر، ولا يعلم أن الدول التي ثارت من أجل تحررها استعملت كل المنابر في النضال. الجزائر استعملت كرة القدم، الإذاعة في القاهرة، في عدة دول أمريكا اللاتينية. ربما هذا الغضب أو المغربي ينم عن جهلها بآلية الكفاح الحقيقية للاستقلال. فعلا أظن أن خطاب يعني حفيد مانديلا هو خطاب أولا رمزي، خطاب قوي جدا يبين مرة أخرى للملأ أنها القضية ربما حتى قضية القضية مستعمر. الفلسطينية، عفوا، ربما حتى للقضية الفلسطينية، لأنه أثار قضايا أكيد التحرر في أكيد العالم. أكيد، لكن يعني بما أننا نتكلم عن المخزن يعني، وحتى وإن كان هناك علاقة بأنه قام بمقايضة القضية الفلسطينية، يعني لها رمزية يعني سواء كانت على الشق الجهوي في الصحراء الغربية وحتى في عالميا في القضية الفلسطينية. لكن مرة أخرى وأظن أن الرمزية الأكبر هي أنه هناك دروس وعبر لابد أن يتخذها المخزن. يعني اليوم هو ليس يواجه الشعب الصحراوي فحسب، هو يواجه دول كثيرة وحتى رأي عام دولي، وبالتالي ما يعني تطرقت إليه سابقا هو يهمش تدريجيا وبطريقة يعني فظيعة جدا يدركها اليوم هو. لذا يكفي أن نرى ممكن ردود فعله الأخيرة بالنسبة للخطاب يعني حفيد مانديلا. الناس يعني حرة في خطابها وحرة في خيار مفرداتها، وهذا يدل على شيء، يدل أن هذا يعني قام ب يعني ضرر كبير وعميق في يعني اتجاه المخزن. لكن مرة أخرى أعود إلى الشعب الصحراوي، أعود إلى القضية الصحراوية. اليوم هذا المؤتمر هو أظن أنه سيعطي نفس جديد للمسار، مسار الكفاح سواء كان النضالي وحتى الحرب والقتال، لأن الشعب الصحراوي أجبر وأرغم أن يذهب إلى المسار القتالي. هو الذي قام يعني، وحتى اليوم ممكن أن المؤتمر سيكون فرصة أيضا للتقييم بين المسارين، المسار السلمي الذي لم يعطي شيء حتى وإن أعطى يعني على الواجهة السياسية والدولية عدة ثمار، لكن في يعني في أرض الواقع الـ يعني هناك تغطرس من طرف المخزن في هذه القضية. حتى وإن كان هناك قوانين دولية، أذكر أيضا يعني المجلس الأمن في شهر أكتوبر لم تخني يعني الذاكرة، هو قام ب يعني تذكير يعني إعادة استئناف النقاش والحوار بين الطرفين. أذكر أيضا بهدف بين قوسين، بهدف، وهذا بيان مجلس الأمن يعني بهدف تقرير مصير الشعب الصحراوي. هذا يدل أيضا أن هناك يعني أطراف اليوم تساند علنا، لأن هناك مأساة، هناك يعني مستعمرة، هناك استعمار، آخر مستعمرة في إفريقيا التي لابد يعني تسوية ملفها بطرق عادلة، بطرق يعني قانونية، بطرق إنسانية، بطرق يعني تواكب المبادئ، سواء كانت مبادئ إنسانية، مبادئ دولية، مبادئ يعني قانونية، ليكون مرة أخرى لإعلاء كلمة الشعب الصحراوي في حقه، في أولا تحرره، في حقه أيضا للعدالة التنموية وحق التنمية المستدامة له. وبالتالي أظن أن هذا المؤتمر هو مؤتمر جد مهم، كونه أو أيضا يعني المؤتمر الأول بعد استئناف القتال منذ سنتين بعد خرقه من طرف قوات المخزن، والرمزية أيضا في المكان الذي يقام به هذا المؤتمر في الداخلة. يعني الداخلة هي التي يعني هو ولاية لها يعني ثروة سمكية، لها أيضا يعني ثروة الفوسفات، لكن أيضا الرمزية أنها بالداخل. وبالتالي هذا يبين أن البوليزاريو والشعب الصحراوي والقضية الصحراوية يعني في مركز ثقل إن حسب القول، المعادلة، معادلة في المغرب والمعادلة في المخزن، لتكون
مرة أخرى نقطة انطلاق ممكن لنفس جديد كما قلت، ومسار جديد يرصي الصفوف وحتى يؤدي إلى مقاربة واستراتيجية مشتركة مرة أخرى، التي أين الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يقرر يعني بكل سيادية عن مساره وعن مستقبله. ربما في هذا الحديث أنه رئيس الصحراوي إبراهيم غالي أكد على ضرورة توفير آليات وميكانيزمات جديدة، لا سيما تعزيز الانتفاضة أو الحرب على الأرض أو المقاومة، وفي نفس الوقت تعزيز العمل الدبلوماسي. رأينا أنه كان هنالك زخم دبلوماسي كبير وقوي للقضية الصحراوية، مهما حاول هذا الأخير أو المستعمر المخزني مهما حاول طمسها، أكان في الاتحاد الأوروبي، في دول أمريكا اللاتينية، وهو راجع إلى الدبلوماسية الجزائرية. يشير الخبراء أن الدبلوماسية الجزائرية أعادت كل ملفات أو مسائل التحرر في العالم، لا سيما الفلسطينية والصحراوية منها. شوف، الرؤية الجزائرية والقيادة الجزائرية رؤية كانت منتظرة ولها صدى كبير يعني من الدول سواء كان الإفريقية وحتى العالمية، لأنها باتساق مع المصالح العامة، لأنها باتساق مع المسار السلمي ليس للجهة فقط أو القرار، حتى للعالم بأكمله. هي يعني هذا الطرف الذي يحل أو يريد حل المشاكل ويكون طرف فاعل في حل المشاكل وليس في خلقها، كما يقوم يعني اليوم المخزن في القضية الصحراوية، القضية الفلسطينية وحتى عالميا، رأيناه في الموضوع الأول الرشاوي و يعني هذا الدبلوماسية الرشوة والباطل. الجزائر أظن أن اليوم هي تقف يعني وتساند كل القضايا العادلة، قضايا حق الشعوب في يعني تقرير مصيرها وفي تحررها، وهذا ما يريد ممكن المخزن يعني منه بتغليط الرأي العام، يعني أن الجزائر هي طرف يعني ومساند، لكن هي في نفس المستوى كالدول الأخرى إن حق القول. ليس يعني لماذا يعني المخزن يتماطل يعني ويتهجم على الجزائر فقط؟ الجزائر هي مرة أخرى بحكم حسن الجوار مع يعني الدول الأخرى وحسن الجوار حتى ما كانت تعتقده كدولة صديقة، هي تساند هذا الشعب المضطهد مرة أخرى يعني يجني ثمار نضاله وكفاحه العادل، يعني حتى الذي أجبرته يعني أجبره المخزن اليوم أن يقوم بقتال بمسار قتالي. وهذا المسار القتالي أذكر أيضا أخي الفاضل أنه اليوم أضعف الموقف المخزن في المعادلة الجهوية، والذي أدى حتى إلى تكثيف الضغوطات على المبعوث الأممي ديمستورا ليكون مرة أخرى هذا العامل الفعال لوضع حد للخروقات المخزن وتطبيق القوانين الدولية، لنذهب إلى يعني مسار انتخابي يعطي الكلمة الوحيدة للشعب الصحراوي. جيد، وهذا ما نتمناه، وستظل الجزائر مساندة لتحرير الشعوب أكانت من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، مثلما ورثناه في دبلوماسيتنا منذ قبل أو منذ الاستقلال. نشكرك جزيل الشكر دكتور باديس خنيسة، الخبير في العلاقات الدولية، على كل هذا الإثراء، شكرا لك. كما نشكر مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. نصل الآن إلى نهاية نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم، فقرتنا متواصلة، نلقاكم في عدد آخر بحول الله، السلام عليكم.